واصل فريق الرجاء الرياضي تألقه بمسابقة دوري الأبطال بعدما تمكن من حجز بطاقة التأهل للدور الموالي مبكرا عقب انتصاره القوي خارج الديار أمام حورية كوناكري بثلاثية لهدف لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات، وساهم في تسجيل أهداف النسور وليد الصبار بهدفين ومحمد النهيري من ضربة خطأ مباشرة. شهدت مواجهة الوداد الرياضي ونهضة بركان برسم الجولة العشرين من البطولة الوطنية تعادلا مثيرا بين الفريقين بثلاثة أهداف لمثلهما، ففي الوقت الذي كان فيه الوداد قريبا من تحقيق الانتصار تمكن الفريق المضيف من قلب الطاولة على ضيفه الأحمر، لكن إصرار الوداد ورغبته في تجنب الهزيمة مكنته من استغلال آخر محاولة في المواجهة ليسجل هدفه الثالث ويعود بتعادل قوي في مواجهة تعد من أفضل المباريات خلال هذا الموسم. تحدث كريستوف غاليتي مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن إمكانية مشاركة النجم المغربي أشرف حكيمي في مواجهة الغد أمام بايرن ميونخ لحساب إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، حيث أكد أنه سيتدرب بشكل طبيعي مساء اليوم رفقة المجموعة ومنها سيقف على جاهزيته فيما إذا كان بإمكانه المشاركة خلال اللقاء المرتقب. أكد علي ماهر مدرب فيوتشر المصري أن فريقه سيواجه الجيش الملكي غدا الأربعاء برسم الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية بهدف الفوز، معترفا بالقوة الهجومية لدى فريق العاصمة هذا الموسم ومبديا ثقته في خبرة لاعبيه في التعامل مع هكذا مباريات. تحصل مدافع الوداد الرياضي السابق ولاعب بريست حاليا على ثاني أعلى تنقيط بين زملائه بالفريق خلال اللقاء الذي عاد فيه بريست بفوز كبير من ستراسبورغ، حيث ظهر الدوري المغربي بشكل جيد معززا قدرته على التباري والمقاومة من أجل الحرص على استقراره الرسمية في خط دفاع بريست الفرنسي.